السلام عليكم. اليوم حابين نتكلم لكم على موضوع تاريخي، يعني قضية تاع تاريخ الجزائر، وبالضبط حبيت نتكلم على الطومبو، قبر الموجود المول الموزولي الموجود في منطقة سيدي راشد بولاية تيبازا، واللي منسوب إلى يعود إلى الحقبة نتاع الموريتانية، مملكة موريتانيا، يعني بضعة قرون قبل، حوالي 2 و3 قرون قبل الميلاد، وامتدت إلى بعد 2 قرون أو 3 إلى ما بعد الميلاد. وكان واحد الخدعة تاع الاستعمار الفرنسي دارها لتكريس الاحتلال نتاعو، وتكريس الوجود المسيحي في الجزائر بخدعة، داروا خدعة، حيث أن الخدعة هذه تتضمن وضع صليب على في 4 أو 5 أماكن نتاع، وهنا نشاهد الصليب هذا. هذا الصليب موضوع زادوه، يعني زادوه، حيث أن نشاهد أن الصليب هذا كنا نشوف المادة المستعملة بالصليب هي إسمنتية، مادة إسمنتية، استمول، هذا استمول، مش حجر منقوش. هذه هنا على نشوفه هنا، هذه مادة إسمنتية، هذا سي ان اندوي دو سيمون، سي ان سيمون، وهذا لو سيمون الى ايتي مولي، فيه ان مول نتاع لاكروا، هذه استعملت على لاكروا. إذن وحتى في التقنية نتاع المونتاج تاع لاكروا هذه نلاحظ بلي كاين فرق، بحيث انه هذا الموزولي هذايا مخدوم بالحجر، حجر مسقول، وهنا نلاحظ الحجر المسقول فرق كبير بين الطريقة نتاع البناء. وهذه هنايا مضافة لهذاك الصليب، هذاك ضافوه في الحقبة الاستعمارية، يعني هذه مدة 2 قرون، يعني هذا الصليب غير مسقول، هذا اللي مولي. والدليل على انه الموزولي هذا هو يعود الى حقبه ما قبل التاريخ، هاو كاين هنا، كاين لوتيل هنا، نشاهد لوتيل نتاع المكان نتاع وين نتاع الفداء، وين يفدو به، يذبحوا حيوانات ولا كذا. اذا الموزولي هذا مبني على اساس عقيدة غير إلهية، لا تعود إلى عبادة الله ولا المسيح. والموزولي هذا هو نشوفه قرب الشجرة. وكذلك نعرف باللي روما الإسلام، روما خذت المسيحية في 3 قرون، في سنة 320 ما بعد الميلاد، في مؤتمر نيس في روما، مؤتمر هذاك، حيت كانت في ذاك الوقت يعني الملك نتاع روم اعتنق المسيحية، يعني 3 قرون بعد مجيء المسيح، 3 قرون، ومملكة موريتانيا كانت موجودة من قبل المسيح. إذن هذه تعتبر خدعة للاستعمار الفرنسي، اللي وضع هذوك الصليب. والناس الآن يقولوا قصر الرومية، قصر الرومية، ولا طومبو، هما الفرنسيين يسموها طومبو دو لا كريتيان، طومبو دو لا كريتيان. والهدف واضح كما قلنا، لتكريس الوجود الفرنسي في الجزائر بخلق دلائل
مفضوحة على كل حال. وأنا لاحظت هذا الشيء بعد ما زرت المكان هذاك. إذن حذاري ثم حذاري من محاولة طمس و فالسيفيكاسيون تزوير التاريخ المجيد نتاع الشعب الجزائري. وعلى أي حال الجزائر عندها صفحات تاريخية كبيرة جدا يعني ومتنوعة، ولازم نحترم هذاك التنوع الثقافي والتنوع الحضاري. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم. انا اللي تقدر تحكم مليح.